السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هقدم لحضراتكم النهارده بعض المعلومات السريعه جدا والمفيده عن الفلفل الحار والمعروف باسم الشطه، لكن قبل ما اقدم لحضراتكم الفوائد حابب اقول انه لا يعتد بالمعلومات اللي هقولها لحضراتكم في الحلقه كمرجع طبي، وفي حاله القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وابدا استشاره الطبيب. اما بالنسبه للفلفل الحار فهو زي ما قلنا لحضراتكم اللي هو المعروف باسم الشطه. نقدر نستخدمه بطريقتين، سواء ان احنا ناخد الفلفل ونبدا ان احنا نضيفه لاكلاتنا زي ما بنستعمله في العاده طبعا في السلطات، او اضافته لبعض الاكلات لاعطاء نكهه مميزه، ناخد الفايده منه بالطريقه ديت، او ان احنا نستخدم مسحوقه والمعروف بالشطه البودره المطحونه واللي هتلاقوها طبعا حضراتكم عند العطار. اما بالنسبه للاستفاده منه فهتبقى هنقسمها لحضراتكم على قسمين، القسم الاول هو الاستفاده الداخليه وهو عن طريق الانسان يستخدم الشطه في الاكلات، او الاستفاده الخارجيه عن طريق استعماله خارجيا على جسم الانسان. بالنسبه للاستفاده الداخليه ممكن الاستفاده من مطحون الشطه وده عن طريق رش القليل منه على الوجبات الغذائيه بكميات مناسبه تكون طبعا قليله ما نزودش منه عشان الشطه حاره جدا فبالتالي ما تعملش مشاكل. نقدر نستفيد منه زي ما قلت لحضراتكم بالطريقه ديت في علاج حالات ضعف الشهيه وسوء الهضم، الشطه من المكونات اللي بتعمل على فتح الشهيه. اما بالنسبه للاستعمال الخارجي فنقدر ان احنا نستفيد من مسحوق الشطه في علاج الروماتيزم العضلي والمفصلي، والطريقه سهله جدا وبسيطه. الطريقه ان احنا هنجيب معلقتين صغيرين من مطحون الشطه، نبدا ان احنا نجيب معاهم معلقه صغيره من ملح الطعام الناعم، ونبدا ان احنا نضيف المكونين دول على نص لتر من الخل، ونبدا ان احنا نرفع المكونات دي كلها على النار، تكون النار متوسطه لمده من 10 دقائق لربع ساعه تقريبا لحد درجه الغليان. بعد كده نبدا ان احنا نرفع الخليط على النار ونصفيه كويس جدا، ونبدا ان احنا نستعمل الناتج من المغلي دوت على شكل دهان موضعي مره الصبح ومره اخرى مساء وهتكون قبل النوم. الطريقه ديت بتعالج الروماتيزم بشكل رائع جدا. حابب اقول لحضراتكم ان الشطه كمان منبه قوي للمعده، فزي ما قلنا في الاول ان هي بتعمل على فتح الشهيه وبتنشط من عمليه الهضم في المعده والامعاء. كمان حابب اقول لحضراتكم في النهايه ان الشطه بتدخل في صناعه بعض دهانات الروماتيزم، فهي من المكونات الممتازه جدا. دي سريعا بس بعض المعلومات اللي حبيت اقدمها لحضراتكم، سواء الاستفاده من الشطه عن طريق الغذاء او الدواء. نتمنى لحضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقه، نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.